يا أهل تونس إني أحبكم في الله. يا لا له يا لا لالي 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 يا لا له يا لا لالي. دين الله جمعنا في هديه تجمعنا دين الله جمعنا في هديه تجمعنا ما هو حبي في المال يا لا له يا لا لالي 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 يا لا له يا لا لالي. صحراء تونس الجمال، تونس المناظر الخلابة، هذا البحر، البحر العظيم، وهذا هو بحر الأبيض المتوسط. بعد هذا البحر هناك إيطاليا، ما المسافة بين تونس وبين إيطاليا ما يقارب 90 كيلو. من هذه هذا البحر طبعا خاضه المسلمون والمرابطون والمجاهدون بسم الله عز وجل. منها توجهوا إلى صقلية فتحوها، صلى الله تعالى أن يتم لهذا البلد ولهذا البلد الأمن والإيمان ويحفظهم بإذن الله تعالى من كيد الكائدين، وتقوم تونس إن شاء الله على الخير والإيمان والهدى والإسلام، تطبق فيها شرع الله عز وجل، وتطلق المساجد والمحجبات والمناقبات، وأهل الدين والخير إن شاء الله يعمرون هذه البلد بالإيمان كما عمرها الصحابة رضوان الله تعالى، وفتحوا هذه البلاد، خرجوا من المدينة فقط لتونس، وقد في تونس مكانا فخرا عظيما. دين الله جمعنا في هديه تجمعنا دين الله جمعنا في هديه تجمعنا ما هو حبي في المال يا لا له يا لا لالي 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 يا لا من هذا الارتفاع يأتي الشباب هنا للقفز لإثبات رجولته، والذي لا يقفز في رجولته شك. أقول هذه أيضا علامة من علامات رجولة هذا الشباب، شباب تونس، ومدى شجاعتهم وإقدامهم. وإلا هذه المسافة صراحة تخيف، نقفز انت ما احد قدك ما اقوى على بعدك انت ما احد قدك ما اقوى على بعدك ليتك دايم قبالي ليتك دايم قبالي يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لو ان الزمن طول يبقى ديننا الاول لو ان الزمن طول يبقى ديننا الاول من اولي التالي من اولي التالي يا لا له يا لا لالي 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 لأرض العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة لأرض العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة تبغى مطلب غالي تبغى مطلب غالي يا لا لا 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 يا لا
حربي، هذا صندوق حربي. هذاك هو حربي بالضبط. تصور الشيوخ تاكل. عبد الرحمن مالك؟ غريب انه تضع في الساندويتش الزيتون. نعم. مع محبتي حياتي. الحمد لله. لانه ما يقعد يضيع الوقت يا شيخ. ها؟ ما يقعد يضيع الوقت. نفطر عقب ناكل ونبلع الحبة. الخبز هذا يسمى خبز طابون بالطبيعة. هاي طابون. أكلهم صارعة. يا لاله يا لالي 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 يا لاله يا لالي. دين الله جمعنا في هديه تجمعنا، دين الله جمعنا في هديه تجمعنا. ما هو حبي في المال، ما هو حبي. يا أهل تونس إني مسرور بينكم، وأسأل الله تعالى أنه كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في الأخرى في دار كرامته ومستقر رحمته عند مليك مقتدر. اللهم آمين. لو إن الزمن طول يبقى ديننا الأول، لو إن الزمن طول يبقى ديننا الأول. يا لالي 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 يا لال